المعتدى الجوي الوطني بالنسبة لليوم الاثنين أن يكون الطقس حارا نسبيا بجنوب البلاد مع تكون سحب كثيفة بالأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بقطرات مطرية وزخات رعدية خصوصا خلال الصباح. ومن المرتقب انتشار سحب غير مستقرة مرفوقة بزخات رعدية فوق كل من المرتفعات والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، وسهول الأطلس وهضاب الفوسفات والماس وسهول الداخلية السيس والمنطقة الشرقية. سحب منخفضة ستشكل كثيفة وكتل ضبابية خلال الليل والصباح بسواحل وسهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية. الرياح ستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي وأحيانا من الشمال بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 درجات و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والهضاب، وما بين 18 درجة و 23 درجة بسواحل وسهول المحيط الأطلسي ومنطقة طنجة وسوس والواجهة المتوسطية. أما درجة الحرارة العليا فتتراوح ما بين 16 درجة و 21 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 21 درجة و 27 درجة بالريف والمنطقة الشرقية، وما بين 27 و 33 درجة بهضاب الفوسفات ومناطق سوس والجنوب الشرقي. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج، ومحليا هادئا إلى قليل الهيجان ما بين طرفي وبوشطوط.